أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. غادي نهضروا على واحد القضية اليوم اللي دائما تنبغي نهضر، دائما كنهضر عليها تقريبا، يعني ماشي شي حاجة جديدة، اللي هي الأجهزة الأمنية في المغرب. كيف ما كنعرفوا، أي دولة يعني كدولة كبلاد كتكون فيها أجهزة أمنية، كتكون أجهزة أمنية مختلفة، وكل جهاز كتكون عنده الاختصاصات دياله، حماية الوطن، حماية الاقتصاد، حماية المجتمع، حماية الأفراد. يعني هذا هو الدور ديال الأمن في أي بلاد. والأمن، الأجهزة الأمنية دائما ماشي أجهزة مستقلة. اللي بغيتي مثلا الأمن مستقل، غادي تمشي تجيب مثلا ناس يحضيوك، أوكي، ولكن الأمن في الدول هو شي حاجة اللي ضرورية لحماية الأفراد والمؤسسات وحماية المجتمع من يعني من المجرمين، من لأن كنعرفوا الإجرام يتطور في البلدان التي ينعدم فيها الأمن. نشوفوا مثلا بحال تايلاند، البرازيل، يعني الأمن منعدم في الدول، يعني تيحاولوا ولكن يعني كاين انفلات أمني. ولكن مثلا كيف ما كنعرفوا أن المغرب، كنسمعوا أن الأجهزة الأمن ديالو يعني مستيقظة كل الوقت، كنشوفوا أن الأجهزة الأمنية تحبط العمليات الإرهابية قبل ما كتوقع. يعني كنشوفوا دائما هي السباقة، وفي الأخبار وفي الجرائد وكذا، وهذه وهذه، ولكن دائما تيبينوا لنا غير واحد الجانب، يعني تيخدموا غير واحد الجانب، واحد الجانب اللي كيعطي واحد الصورة ساطعة للمغرب، وهي محاربة الإرهاب. كيف ما كنعرفوا أن هذه الكذبة ديال محاربة الإرهاب هي كتاخذها مثلا الدول الديكتاتوريه باش كتقرب من الدول الديمقراطيه، باش الدول الديمقراطيه تقول هذاك السيد ديكتاتوري، اي متفقين، اي راه ديكتاتوري، ولكن راه كيحارب الارهاب، تيمنع علينا الارهاب. من بين هاد الدول اللي يعني في اللي مشهوره في هاد الوقيته هذه، هي جوج دول، كاين المغرب وكاين مصر. يعني مصر كل نهار تيشدوا الارهابيين، والمغرب راكم كتسمعوا يعني كل سيمانه كلها تيخرج يقول لك اودي راه سميتو، يعني بحال وما كاين والو، راه مشد، راه تيقولوا تدخل، كيخرج تقرير هذوك هذاك الجهاز اللي كيقوم بهذيك العمليه كيعطي تقرير للصحافه، راه حنا شدينا، ولكن باش يقول لهم كيفاش وشكون وشنو داروا وفين كانوا ومين جاو، والو، راه هي راه وتيبينوا التصاور ودايرين الماسكات ولابسين الكحل، فهمتي، لي كوموندون، فهمتي، بحال داكشي ديال سبايدر مان، ولكن ما كاين والو. هذه واحد القضية. ولكن ملي كتشوف مثلا الأجهزة الأمنية في المغرب، في دولة يعني مشهورة في واحد القضية، ولكنها في واحد الجانب آخر ما كنلقاو لا أمن، كنلقاو مثلا الترميل، كنلقاو مثلا الناس كيتقطعوا، كنلقاو الناس كيتشفروا في الشوارع، كنشوفوا الناس كيتكريساو بالنهار، وتا واحد ما كيعتقهم، تا واحد ما كيدير. هنا تيكون خلل، هنا يا إما مثلا الدولة كتكذب على الشعب، ولا كتكذب على العالم، ولا كتحاول مثلا غير تبرد السوق، ها انتم شوفوا شنو كان، ولكن راه داك الشيء ما كاين منه والو. علاش؟ لان فعلا لو كانت المغرب فيه واحد الاجهزه امنيه اللي مستيقظه، ما كاينش غير الارهاب في المغرب، ما كاينش غير الارهاب. وتصوروا منذ يعني ملي خرج مثلا هذا الجهاز الذي يقوم بمحاربه الارهاب في المغرب، منذ خروجه شحال من عمليه قام بها، يعني بالالاف العمليات، يعني ما عرفتش، يعني كان جا من بعد 2001، ولا من بعد الحرب، ملي بدات الحرب الامريكيه على الارهاب، حتى المغرب حتى هو خد هذيك اللعيبه كذا، انا راه سميتو، رغم انه كان عنده كانت عنده مثلا اماكن للتعذيب، لان ديك الفضيحه اللي كانت خرجت على بوش، انه كان كيستعمل بعض الدول الديكتاتوريه باش كيجيبوا الناس كيف ما تيقولوا هما الارهابيين، كيعذبوهم في مناطق، ماشي في امريكان باش ما ينوض الصداع، تيعذبوهم في مناطق بحال المغرب، بحال الاردن، بحال مصر كذا، والمغرب كان حتى هو منطقه للتعذيب. هذا الشيء اللي خرج في الاوراق اللي في الفضيحه ديال التعذيب وديال سميتو. دونك هنا المغرب يعني هاد القضيه ديال انه عنده اجهزه امنيه مستيقظه، يعني ما كتبانش. علاش؟ لان كنشوفوا الواقع في المغرب، كنشوفوا كيتبجحوا بسميتو، بداك رئيس الجهاز الامني سميتو هذاك
ما الله يتكثر عليا سميتو. المهم تيهضروا عليه وانه تيقوم بالامن بسميتو، ولكن المغرب اللي جينا نشوف المغرب، والمغرب راه ماشي شي دوله كبيره، المغرب راه ما عندوش واحد المساحه جغرافيه كبيره، والمغرب دوك الناس اللي يعني المناطق اللي متركز فيها السكان قليله بزاف وما كاينش الامن. اوكي بالعكس كنشوفوا الدول المتقدمه، نشوف مثلا فرنسا امريكان كذا، واغا كطرى شي حاجه ما كتعرفهمش من كيجي، وما الطوموبيل كتخرج من هذا القنط، الطوموبيل كتجي من هذا القنط، الطوموبيل ما كت يعني حتى كتشوف 20 طوموبيل 30 طوموبيله واقفين مثلا تيقادوا يعني تيدخلوا. هاد القضيه كاينه في المغرب، عاود في الدول المتقدمه كاين واحد الجهاز اللي سميتو امني، اللي هو اللي تتبع الناس اللي كيسرقوا المال العام، الناس اللي اللي ما تيخلصوش الضرائب. ماشي انا كنهضرش على بقيه، كنهضر على دوك الناس الكبار، الشركات، الاشخاص فهمتي، اللي كيهربوا المال العام، اللي كيختالسوا، اللي كيسميتو. كاين واحد الجهاز خاص في اي دوله يقوم بهذا الشيء لحمايه الاقتصاد. علاش مثلا هاد الاشخاص، هاد الجهاز هذا مثلا لا يسقط اشخاصا قاموا بالفساد وقاموا بسرقه المال العام؟ وسرقه المال العام تسرق كل يوم، وحتى في هذه الوقيته اللي كنهضر فيها راه كاين شي واحد كيسرق المال العام، ولكن ما عمرنا ما شدينا شي فاسد، ولا شي واحد تهرب من الضرائب مبالغ كبيره، ولا شي واحد اللي هرب الفلوس لسويسرا. تهرب الاموال الى ابناك خارجيه. في هذه الوقيته اللي كنهضر فيها راه كاين شي وحدين راه جالسين تهربوا في الفلوس للخارج، ولكن حتى واحد ما كيدخل، يعني حتى واحد ما كان الاجهزه الامنيه كنلقاوها ناعسه، ما عرفش واش ناعسه ولا داير عين ميكا ولا مصينهم ما تهضروش على هادشي، ما تقلبوش على هادشي. المهم ما عرفناش القضيه اللي سميتو اللي كنقول لكم دائما ان الاجهزه الامنيه في المغرب لا تهتم بالمواطن المغربي، والدليل هو الفضيحه اللي وقعت في طنجه، دوك الاطفال الذين كانوا يمارس عليهم كانوا يغتصبون لمده طويله من طرف ناس اسبان مسؤولين كبار مشاهير كذا، وكانوا كيجوا للمغرب وتيمشوا تيغتصبوا الاطفال ودايرين جمعيه، والجمعيه لزمن طويل وتا واحد ما ساق لها الخبر. وتصوروا مثلا كون كانت هذيك الجمعيه يعني لمحاربه الفساد، يعني ناس مثلا تطوعوا غيمشيو يديروا محاربه الفساد، كره مسدوه شحال هذه، غايقولوا انتم خوانا وانتم كتقلبوا على الفتنه وانتم، ولكن من لان الجمعيه هي لحمايه الاطفال وتيقوم على راسها مسؤول اسبان، حتى واحد ما كان يعني ما كاينش مراقبه، ما كاينش حتى خرج واحد زي واحد الطفل هو اللي مشى للمحكمه قال لي مراه كيغتصبوني من شحال هذا. وما كل ما خرج هذاك الشاب كل ما مشاش مثلا عند المحكمه وقال لي راه هاد الناس كيغتصبوني، كره حتى واحد ما غيهضر. علاش انهم دايرين عين ميكا؟ لان هذا هو النضال المغربي، عين ميكا. شتي هاد القضيه الاغتصاب في طنجه راه غير وحده من جميع انحاء المغرب. هناك منازل، هناك شقق لاغتصاب الاطفال، ولكن واش شفتوا مثلا الاجهزه الامنيه عمرها كانت مثلا دارت تدخل، يعني هي السباقه انها مشات مثلا شدات هذوك المجرمين ولا كذا؟ ولكن لو كانت مثلا شي شقه ولا شي دار يعني كيدخلوا ليها مثلا المناضلين وفيها شباب تيناقشوا بحال المشاكل، كره مشدوه شحال هذا. هذا الشيء اش كنقول لكم، ان كيف ما كنشوفوا مثلا دابا هذه الجمعيه اللي في طنجه، يعني اش غنقول لكم، يعني فين كاين هاد، فين هو الامن ديال طنجه؟ فين هي الاجهزه السريه؟ فين هي المخابرات اللي تيحضيو؟ ودابا هاد الناس اللي كيدخلوا تيخرجوا كيجيو تيجيو للمغرب تيغتصبوا الدراري تيمشيو، وكيديو معاهم لي زوطيل، كيديو معاهم البيران وكذا، وما السلطات المغربيه ما كايناش. فين هو البوليس؟ فين هما المخبرين؟ فين هما البرقاقه؟ فين هما الشكامه؟ فين هما؟ ولكن لا، لان بحال هاد الناس هادو اللي كيجيو كيديروا هادشي في المغرب تيصرفوا الفلوس، كيشري المقدم، كيشري الشيخ، كيشري البوليس، كيشري، ما كاين غير يعطي الفلوس الفلوس الفلوس، حتى ملي كيعمروا يجيبوا الفلوس ما كيبقاش يشوف فيك كاع، قتل من وراه هما ويطاكي عليك كاع. هادشي اللي طرا هاد الناس، هاد الناس مثلا اللي كيجيو كيرتاكبوا بحال جريم، كيعطيو الفلوس تيدهنوا، تيرشيو اصحاب الفنادق، تيرشيو الحراس، تيرشيو البوليس اللي كيكون مثلا تما، كيرشيو مثلا الموظفين، يعني كيعطوا الفلوس غير هكذا باش كلشي كيسد فمه، في غياب عن الاجهزه الامنيه. اوكي
هذا هو الدور ديال الاجهزه الامنيه، هو هذا هو هذا هو هذا هو خص يكون واحد الجهاز امني للمحافظه على المجتمع. وبحال هذا الشيء، هاد الخبائث ولا هاد الجرائم اللي كتطرى في المجتمع، راه يعني خصنا واحد الجهاز امني هو الدور ديالو هو هذا. كاين جهاز في امريكان هو ده الدور ديالو هو هذا، محاربه بحال التخربيق هذا. ولكن في المغرب فينا هو؟ فينا هما هاد الناس هاد؟ وفين ما كتكون الارهاب راه مشدوا وداروا. واش هاد الشيء مثلا هاد الاطفال اللي تعرضوا عليه، واش هاد الجريمه مثلا اللي ارتكبت في حق هاد الاطفال، واش ماشي اكثر من الارهاب؟ واش هادي ماشي ما كتقتلش مثلا الروح الانسانيه مجموعه من الاطفال اللي منذ سنوات وهما يغتصبون؟ واش هاد الناس اللي كانوا كيقوموا بهاد الجريمه واش ماشي ارهابيين؟ واش ما هادشي ماشي ارهاب؟ ولا حيت مثلا يقوموا بها اجانب في المغرب لانهم يعتبرون سياح وكيجيبوا العمله الصعبه وكيديروا ما نخليهم يديروا اللي بغاو. هذا هو الدور الحقيقي ديال الاجهزه الامنيه. ولكن حنا عندنا الاجهزه الامنيه في المغرب عندها دور واحد، دور واحد. شتي هذاك اي انسان كيمشي كيدخل مثلا البوليس والمخابرات كيقسم ياك، تيقسم تيقول لي وطني ومالكي. واش ديك الوطن راه كتحيد وكتولي الخدم ملي كيحيدوه من سميتو، كيجيو عند تيقولوا شوف راه انت الخدمه ديالك راه لا وطن لا شعب، الخدمه ديالك في هذه البلاد وهي حمايه الملك وحمايه مصالح الملك وحمايه اصدقاء الملك وحمايه اي حاجه كتعلق بالملك والطبقه البرجوازيه. هذا هو الدور ديال الاجهزه الامنيه في المغرب. راه ايها المغاربه راه ما يكذبوش عليكم يقول لكم ان الامن في المغرب راه لخدمه المواطنين ولا لخدمه الشعب، والدلائل راه كاينه كثير. شوفوا الجرائم اللي كتوقع يوميا امام اعينكم في الشوارع، في فاش في القهاوي، في الجوطيات سميتو. شوفوا الجرائم اللي كطرى يوميا، والامن لا يتدخل. بعض المرات كيكون الامن واقف تما وما كيتسوقش، ما كيهضرش. هذه اللي كتدلي، هذه اللي كتحمقني انايا. كنقسم لكم بالله العظيم، الا واحد انا هذا الشرف في المغرب، انا كنت في المغرب، بنادم جالس كيتقاتلوا بالجناوه والسونتر ديال البوليس راه تما وجالسين بوليس تما. واش حسابك خرج شي بوليس دار شي حاجه؟ ما تيخرجوش، تيوك ما شغلناش، تطيح روح. هذا هو هذا الشيء اللي كاين في المغرب، حتى تطيح الروح ويكون الدم عاد يجيو سميتو. وكنقسم لكم بالله العلي العظيم ما نكذب عليكم، الى هذه القضيه انا طرات ليا في 2000 ومعرفت 2001 كنت مشيت للمغرب وبالليل عاد نقول لكم بجوج الصباح. بنادم كيعيش في امريكان واحد الوقيته يعني كتبقى تجي شي حوايج اللي ماشي نورمال، ما عرفتش جوج الصباح ثلاثه الصباح ما عرفتي الموسيقى والزديح والغوات وكذا وهذه يعني ديك اللعبه جاتني عادي. بغيت نعيط للبوليس نقول لهم فوالا راه شي وحدين دايرين الصداع، ماشي غيجيو يقتلوهم زعما ولا غيجيو مثلا يدوهم للحبس. ولكن المفروض انك مثلا في امريكا كتعيط للبوليس كيجيو مثلا تيجيو عندك الناس تيقول لهم اودي راكم الناس ناعسين، يا اما تنقصوا من الموسيقى ولا سميتو. يعني ماشي ما كانش الهدف ديالي انني مثلا هذوك الناس مثلا اللي دايرين داك الصداع انهم يتشدوا في الحبس ولا مثلا نو. يعني غير البوليس هذا هو الدور ديال البوليس، كيجي مثلا كيمثلك انت كمواطن انك كتحس بالحقوق ديالك تنتهك، كيجي هذاك الامن هو اللي كيتدخل لانه يمثل السلطه. ملي عيط للبوليس جوج الصباح تنعيط وفين عاد جاوبوني بعدا الو ديك اللعبه ديال الو الامن قلت له معلم راه شي وحدين دايرين الصداع هنايا، واش كاين شي واحد يجي يقول لهم سميتو؟ وتيقول لي واش كاين شي دم؟ قلت لي معلم انا راه ما عيطلكش على الدم، راه غير شي ناس دايرين الموسيقى والصداع جالسين هنايا، شي واحد يجي يقول لهم سكتوا ولا ينقصوا. قال لي لا ما مساليينش دابا، واللي ما كاين لا دم لا والو، صافي صافي تل من بعد عيطنا من اللي توقع من اللي تهبط من اللي طيح روح ولا من اللي نجل. يعني شوف العقليه ديال المغاربه كي دايرين. يعني حتى دوك الناس مثلا اللي كيقوم اللي واخدين داك الجهاز ما عندهمش حتى ما كيحسوش حتى بالمسؤوليه. دابا البوليس شنو كيحسب ليهم اللي كيدخلوا للبوليس مثلا؟ انا هنا ماشي يعني هنا ما كان نعممش جميع البوليس، كان عرف بوليس الله يعمرها دار، يعني ناس الله يعمرها دار، يعني الخوار يعني ما ننساهمش، والله ما ننساهم بالله. وقعات لي قصص كثيره جدا مع البوليس يعني ما ننساهمش. ولكن قلت لك الاغلبيه فيهم يعني اش غنقول لكم ما مربيينش اولا. غنقول لكم غير واحد المثال، الا كنتو كتعرفوا الناس ديال الرباط كتعرفوا واحد بار بغداد
كاين في انا كنهضر لك على على التسعينات الثمانينات فهمتي، كاين بار بغداد، بار بغداد اللي كاين في علاب بن عبد الله اللي اون فاس مع بنك المغرب، اوكي من اللور ديال بنك المغرب وقريب للاداره العامه، الاداره العامه للامن الوطني ياك اللي كاينه في الرباط. الا بغيتي تعرف غير الحقيقه ديال البوليس وديال المسؤولين ديال البوليس، ماشي غير داك البوليس دوك دوك البيادق، ماشي دوك البيادق لي زانسبيكتور نو، المسؤولين كوميسيرات وبيان بلاصي في البوليس، كتمشي لداك بار بغداد اوكي مع ديك جوي جوج الصباح ثلاثه الصباح مع المهم داك البار هذاك بار بغداد اللي هي اون بواط بعدا كاين هذاك، كتحل واقيلا مع حتى ل 11 الليل وما عرفت سميتو، غادي تمشي ليه غتلقى جميع المسؤولين ديال هذيك سميتها الدوزيام تما كلهم جالسين على الطاسه والقرطاسه وجالسين مع مع العاهرات، واش فهمتي العاهرات يعني هذاك بار بغداد يعني يعني كله غير عاهرات، ما عرفتش واش برقاقات حتى هما غير البرقاقات وكذا فهمتي، وكل كلهم يعني يعني رجال وعيالات، وتما كتعرف شنو هو الامن، شنو شنو الامن كيفاش كيفاش داير وكيفاش تيخدم، يعني مجموعه من شنو نقول لك يعني المختلين عقليا يعني الا جيت الا جيت تسميهم، يعني الناس مدمنين على المخدرات مدمنين على الكحول، البوليس كلهم تقريبا مدمن على المخدرات ومدمن على الكحول، يعني الا واحد عدد قليل قليل جدا، يعني كاينين ناس في البوليس كاينين ناس مربيين ولاد الناس كذا كاين هادشي كنتفقين عليه، ولكن كنهضر لكم على الاغلبيه، راه كاين اللي مثلا شي واحد كيكون خارج غير الطريق شي شويه غير كيمشي للبوليس تيخرج تتعطى الفرصه انه يولي تيحقق داكشي اللي بغى، ولكن الى جينا لواحد القضيه اخرى كنلقاهم تيخدموا مزيان، شتي داك البوليسي العيان في المغرب اللي ما عنده حتى شي دور، غا كيقولوا لي فوالا خصك تجيب لنا شي مناضلين وكذا، هذا كيفرح نهار لانه خصو مثلا خص مثلا سميتو تذكر في الرابور انه راه جاب شي مناضلين معارضين اصحاب الفتنه اللي كينشروا الفتنه واللي كيديروا اللي كيديروا كده، ولكن باش يمشي مثلا يدافع على مواطن في مدابزه ولا يدافع على مواطن باش ياخذ حقه وما كيدخلوش، ولكن الدور ديالهم هو التبرقيق، يعني هذه هو الاجهزه الامنيه في المغرب، الدور ديالهم هو التبرقيق ومتابعه الناس المعارضين والمناضلين، يعني هذا هو الدور الحقيقي ديالهم. انا كتشوفوا مثلا كنشوفوا مثلا شنو كيطرى في المغرب من اختلاسات ومن هاد التخربيق كله، هاد الجرائم الجنسيه وهذا الشيء اللي يقوم به رجال كبار في الدوله في مسؤولين كذا، ولكن ما كيطرى لهم والو، ولكن نهار كيخرج شي واحد مسكين تيكتب شي حاجه في تويتر ولا كيكتب شي حاجه في فيسبوك فهمتي انه ضد النظام ولا سميتو، وما كتعرفهمش من كيجيو، وكل شيء كيجي وكيدخل الاجهزه الالكترونيه والاجهزه اللي ماشي الكترونيه والجندارم وكل شيء كيجي كيقلب عليه، علاش؟ لانه يمس واحد النقطه اللي هما واحد القضيه بوليسي ملي كتقول لي اودي راه خصك تحمي المواطن تيقول لك الثمن المواطن كيخلصني، وسمعتوا دابا واحد القضيه وكنقسم لكم بالله العلي العظيم الى هذه بصح طرات، الى بوليس يمشيو عندو الناس قال لهم راه خصك تحمي المواطن وما تيقول لهم واش المواطن كيخلصني، وفعلا راه فعلا راه هذاك البوليس راه ما عارفش شكون اللي كيخلص، راكم كان عارف شكون كيخلصو ما كون راه غيدافع على المواطنين، دابا البوليس راه ما عارفينش ان هذوك الناس المغاربه راه هما اللي كيخلصوهم، راه خصكم تقولوها لهم، خص البوليس يفهموا هذه القضيه ان البوليس وهذوك اللي كتشوفوهم في الزناقي والمخازنيه وكذا كاع هذوك راكم نتوما المغاربه اللي كتخلصوهم، راك انت اللي كتعطيه الشهريه ديالو وراك انت كتخلصو باش يحميك، كتخلصوا باش يعني باش يحضيك من اي حاجه، خصو يحضيك مثلا الوطن ديالك، يحضيك المال العام ديالك، يحضيك مثلا من المجرمين، يحضيك مثلا من الناس الخايبين، يعني هذا هو الدور ديالو، انت كتخلصوا كتخلصوا الشهري البوليسي من نهار كيبدا راك انت اللي كتخلصوا، باش يجي يقول لك لا راك ماشي انت اللي كتخلصني، راه الملك اللي كيخلصني، بحال شي واحد قال لي راه ماشي راه ماشي انت مشاو المواطن عنده قال لي نتوما راكم ماشي نتوما اللي كتخلصوني، يعني ماشي حوايج اللي خطيره جدا في المغرب يعني، ولكن هذا الشيء يمكن يتصلح، شي هادشي يمكن يتصلح، يكونوا ناس مسؤولين في الاجهزه الامنيه يكون عندهم واحد الدور فعال، يكونوا ناس عندهم يكونوا ناس احرار فهمتي، ما يكونوش تابعين مثلا سميت، ولكن هادشي ما غيتحققش الا لما تحققت بزاف الحوايج، ومن الحوايج اللي خاصها تتحقق لان واحد مازال اللي كيسمع مثلا الاوامر كتجي من التليفون كتجي من القصر، رئيس جهاز الامن كتجيه مثلا مكالمه من القصر، اوكي كتجيه مكالمه من القصر خصو يدير،
دونك هنا الاجهزه الامنيه راه عمرها غادي تكون مثلا مستقله. واش مثلا كتشوفوا مثلا اشنو واقع دابا في امريكان بين الرئيس ترامب والاجهزه الامنيه؟ يعني بحالهم بحال القط، هو ترامب اللي رئيس ديال اقوى دوله في العالم وهو القط الفار مع الاجهزه الامنيه. هو عنده مشكل مع الاف بي اي، عنده مشكل مع السي اي اي، عنده مشكل مع جميع الاجهزه الامنيه في امريكان عندها مشكل مع ترامب. علاش حتى هما يسمعوش يهز هو التليفون ويهضروا ويقول لهم ديروا 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 ديروا؟ ولكن هذا هو الاستقلال، هذه استقلاليه السلطات، هذا هو الدور ديال استقلاليه السلطات اللي حنا تنعاد عاد ما عندنا في المغرب. ما عندناش استقلاليه السلطات في المغرب. لو كانت عندنا استقلاليه السلطات ماشي كل سلطه غادي تبقى تحت رحمه سلطه، نو كل سلطه غيكون جهاز كامل بذاته ويخدم المصالح اللي معطيه، يعني المهام اللي كتكون معطيه. الدور ديالو هو الخدمه ديال المهم، المهام اللي كتكون معطيه. ولكن احنا في المغرب عندنا الاجهزه الامنيه والقاده وكل شيء تحت سيطره واحد الشخص اللي هو مولى مضله، اللي هو الملك، هو اللي كيحكم في كل شيء، هو اللي كيتحكم في كل شيء. وعاد واحد القضيه اخرى، الشباب حتى الناس ما فاهمينش، ما واعيينش. ماشي شي واحد مثلا يقول لك لا راه خصنا نديرو، خصنا نديرو، نو خصنا مثلا نحتجو، نو كلشي تايه، كلشي خايف، كلشي سميت. وانا كنعذر الناس، يعني اللهم الخوف ولا تمشي مثلا تراك شي مصيبه مثلا. ولكن الى ناض شعب كامل، شعب كامل مثلا ناضي يحتج، راه ما غاديش يكون مشكل. وانتم كتشوفوا مثلا الشباب المغرب المغاربه شنو معمر القهاوي كيتفرجوا الكوره والفيسبوك والانستغرام، وبنادم كتلقاه مكلخ، بنادم كتلقاه ما تيعرف والو، حاضي ثلاثه الحوايج، حاضي الفيسبوك والانستغرام والدريات، فهمتي، والراب والموسيقى وكذا. ونهار تيكبر تيقول لك انا راه شفتي شنو، يعني فهمتي. ولكن راه واحد القضيه خصكم تعرفوا، واحد الله العظيم واحد النصيحه للشباب، وحق الله الا كان النصيحه للشباب. شتي دابا الا بغيتي تولي مثلا خاصهم في جهاز الكمبيوتر، شتي بغيتي تولي، الا بغيتي تولي بروغرامور، والله ما صعيبه. راه ماشي الا بغيتي تولي بروغرامور خاصك تكون قاري الماط، ولا تكون قاري مثلا الفيزيك، ولا سميتو راه سيتو طافي ديفيرونس. داك الماط والفيزيك هذاك راه غير ملي كديرو في الجامعه. اما شتي الا بغيتي تتعلم تكون بروغرامور، وكنقسم لكم الى اسهل حاجه لحد الان كاينه على وجه الارض. يعني تعلم كيفاش تولي، واش ملي بحال مثلا بغيتي تتعلم تولي صباغ، ولا بغيتي تتعلم تولي حداد، غتمشي عند الحداد يعلمك. وبحال هكا كشي بغيتي تكون بروغرامر عندك كمبيوتر، كنقسم لك بالله حتى تتعلم. انا نعطيك ما بين الذكاء ديال الانسان. شفت برنامج، والله العظيم شفت برنامج ديال الناس اطفال يعني مازال ما وصلوش للجامعه ولاو دي بروغرامر. ولكن الفرق اللي بيناتهم ماشي هما مثلا كيمشيو كيدوزوا الوقت مثلا في الفيسبوك، ولا كيدوز الوقت في الالعاب، ولا سميتو نو. راه كاين الناس اللي كيدوزوا الوقت ديالهم بحال دابا بزاف المغاربه، الشباب المغاربه كتلقى كيدوز الوقت ديالو ما كينعش غير في الفيسبوك، ما تينعش حتى النعاس ديالو ما شبعانش فيه غير في الفيسبوك. ولكن باش تقول لي تعلم شي حاجه ما تيقدرش يديرها، رغم ان دابا كلشي ولا متوفر. لا بغيتي تتعلم واش كتعرفي شحال كيدخلوا الناس لي بروغرامور في امريكا؟ عندك ابسط اصغر واحد شي عاد تعلمتي مثلا تولي بروغرامور، عاد تعلمتي يلاه تعلمتي انك درتي ويب سايت بواحد درتي، كتمشي كديرو في السي في ديالك، كتدخل تبقى تدخل $60,000 في العام، وسهله ماشي زعما شي حاجه صعيبه. يعني اش غادي نقول لكم، بايثون راه فابور، شتي بايثون كتجيبو فابور، اوكي. سميتو الاخر جيت برين كتجيب، يعني اش غادي نقول لكم، باي تشارم، فابور، اي حاجه بغيتيها، اي حاجه بغيتي، شي حاجه كتعلق بالبروغراماسيون كاينه فابور. وعاد كاينين الفيديوهات، شحال ديال الفيديوهات وشحال ديال الدروس وكذا. كنقسم لكم بالله الا داك السيد اللي دار داك التحقيق في امريكان، الا كاين شي اطفال اللي خداهم باش ولاو دي بروغرامور 4 شهور غير تحدي، بقاو كيضحكوا مع بناتهم شكون اللي غادي يولي بروغرامور في اقرب وقت. اول واحد فيهم بغى يشد البروغراماسيون، صايب ويب سايت، مازال ما وصلش حتى مازال تيقرا، ما عرفت مازال ما وصلش حتى للبكالوريا، عنده 16 عام، ما 15 عام واقيلا، وصايب بروغرام مازال ما سميتو، ما كيعرف لا ماتيماتيك لا فيزيك لا والو. يعني مشى جاب بروغرامات، مشى كيشوف الفيديوهات في يوتيوب، تيدير تعلم ولا بروغرامر.
وما غيحتاجش للجامعه. عشان دوك شي هنا في امريكا ملي كتمشي مثلا كطلب خدمه، شي هنا في امريكا ملي كتمشي مثلا كتقول لهم انا بروغرامر ومختص في بايثون ومسميتو، ما كيسولوكش، ما كيقولوش عطينا الشهاده في قرايتي، نو تيقول لك ورينا اشنو كدير، ورينا غير ورينا. كتمشي كتجلس مع ناس كتجي كيعطوك بي سي وتيقول لك دير لينا شي حاجه، شي ويب سايت، شي لعيبه كذا كذا، ما تيسولوكش فين الشهاده الجامعيه ولا كذا ولا سنه. مابقاتش هاد القضيه، مابقاتش امريكان، يعني غير ورينا اشنو كدير، يعني وكل شيء متوفر، كل شيء متوفر. واوليو مثلا باش عرفتي باش زوينه، مثلا مزون هذا دخل مثلا الفيسبوك، فهمتي طلع لك الدم من الفيسبوك، فهمتي غادي ترجع غادي ديرش العيبات في البروغرام، وانت كتكتب، انت كتكتب مثلا واحد اللانجويج كدير هذه، فهمتي السانتاكس كتعلم شي العيبات، غتفيق واحد النهار غتلقى راسك وليتي بروغرامر. كنقسم لكم بالله الا داك الوقت مثلا اللي كيدوزوه مثلا الشباب المغاربه، ماشي غير الشباب، اي واحد، يا داك الوقت اللي كيدوزوه في فيسبوك وفي انستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، كرة ولاو كل والوقت المغاربه دابا عندهم الوقت، كرة المغاربه كلهم ولاو ديجاني، كرة المغاربه كرة المغاربه استعمروا العالم، كرة المغاربه المغرب ولا هو دوله اسرائيل، غادي يستعمر العالم بديك الخيرات اللي البشر اللي كاين فيه وداك الوقت اللي عندهم وكل شيء متوفر. ولكن شنو هو اللي ما كاينش مع المغاربه؟ راك ما عرفتش، انت مقاريش ومبيطل ومقود عليك وجالس حاضي الدريات في الفيسبوك وحاضي المواضيع الخاويه وحاضي اللايفات وحاضي، سير تعلم شي حاجه، سير او ميم طون، سير تعلم دخل جيب بايثون، بايثون فابور ما كتخلص حتى شي حاجه. راه اخر 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 يعني صيحه ديال بايثون اللي هو 3.7 فابور ما كتخلص حتى شي حاجه، يعني مجاني، يعني اي حاجه بغيتيها، بغيتي دروس فابور كاينه في اليوتيوب، بغيتي تولي بروغرامر، شفت انايا 50 يعني دروس جامعيه تعلمك البروغرام، وكاين دروس اللي كتعلمك ما كت... واخا ما عمرك تكون مشيتي للمدرسه، شي واخا ما تكون عمرك قريتي، شي واخا شي كتكون كتعرف غير ا بي سي دي تولي بروغرامر، وتكون ذكي تولي بروغرامر. وهذا هو اللي خاص في المغرب، راه المغرب شي ديك الفيسبوك والانستغرام وريك، راه ما غدير لكم والو، راك غتفيق واحد الصباح غتلقى عندك 40 عام ولا 50 عام وعاطل وباطل ومقود عليك وكذا، والنظام قاتلك والنظام مسيطر عليك وكذا، وغتلقى راسك ما داير والو. على الاقل هادشي ما غتحتاج لا مدرسه في المغرب، ما غتحتاج لا جامعه، ما غتحتاج لا طوبيس، ما غتحتاج حتى شي حاجه، غتحتاج كمبيوتر ولا انترنت، غتحتاج الانترنت، وانت واحد النهار تفيق تلقى راسك بروغرامر. ما كاملش شي الناس الاذكياء عندهم 4 شهور كيوليو دي بروغرامر، 4 شهور ساعتين في النهار، والله العظيم الا ساعتين في النهار لمده 4 اشهر غادي تولي بروغرامر، تولي بروغرامر، تولي كتكتب برامج حتى نتايا سميتو. يعني علاش ما ديروش حتى نتوما المغاربه، علاش الشباب في المغاربه، على الجد الملايين ديال الشباب في المغاربه اللي كيدوزوا تقريبا وقتهم كيتفرجوا في الافلام بورنو وعاطينا الفيسبوك والدريات والانستغرام. دير داكشي، سير تعلم، سير ولي بروغرامر، غادي تفهم بزاف د الحوايج وغادي يسهلك الحياه، وكتحس براسك، كتولي تحس براسك براود، كتحس براسك حققتي شي حاجه في حياتك، ما غتحتاج لا وزاره التعليم، ما تحتاج لا تعليم، ما تحتاج لا مدرسه لا حتى شي حاجه. ولكن انت ما باغيش، انت جالس عطاه غير في اللايفات والدريات وكذا هذه وجالس كتنبح. سير دير شي حاجه بعدا، كاين تقف راسك، عرف شي حويجات عاد من بعد، سير دير الفيسبوك، سير دير هذا الشيء. ولكن ملي طلع لك الدم سير الفيسبوك، ولكن انت دابا كتقلب مع من الفيسبوك الانستغرام، انستغرام سير لهنا سير لهنا، وحياتك كلها دايزه باطل وما كتستافد والو. انا ما كنقولش ما تدخلش الفيسبوك، ما كنقول اييه، ولكن سير تعلم، خصص مثلا واحد الساعه في النهار. تصور انت ما باغيش مثلا تتعلم، انت باغي تتعلم انت على مهل بشويه بشويه، اعطي راسك واحد الساعه في النهار، ما تصور غادي تفيق واحد الصباح غادي تلقى راسك وليتي بروغرامر. كنقسم لكم بالله الا لا بروغراماسيون الان ولات اسهل حاجه يمكن يتعلمها الانسان، هي ماشي سهله، اوكي كايشوفي هي ماشي سهله، ولكن ما دمت انك كتجلس مثلا كتضيع شحال ديال الوقت، كتضيع في فيسبوك في لايف 3 السوايع 4 السوايع، كنقسم لك بالله الا تجلس غير ساعه وتفوكسي مزيان، يا تفوكس، فوكس شنو كتعني فوكس؟ يعني تفوكس مزيان مع داكشي اللي غير ساعه في النهار، اعطي راسك زمت راسك غير ساعه في النهار. كنعرف ان الانسان ما كيبغيش يتعلم فيسبوك شي حاجه، شي حاجه اللي سهله نتفرج فيسبوك بدا ما كت... يعني ما كتبذلش شي مجهود، ما كتبذلش شي مجهود عقلي،
ولكن مثلا ملي غادي تتعلم هذه القضيه اي غادي تبذل واحد المجهود عقلي ماشي سهله، ولكن هي ماشي سهله التعلم، ولكن ماشي امبوسيبل يعني تتعلم تعلم غير مثلا هذاك الشيء كيجي الشيء غير انفو كتعلم واحد شويه الشيء انفو. انا نقول لك واحد القضيه في هذه القضيه ديال البروغراماسيون هي ماشي صعيبه، ولكن انفو كتعلم واحد شويه الشيء انفو كتفهم. مثلا انا نقول لكم بحالاش شي واحد مثلا ما تيعرفش يركب في البيكالا ما كتعرفش تستعمل البيكالا اوكي ما كتعرفش تستعمل البيكالا وكتقول البيكالا صعيبه وغنطيح وغنزرح وغندير، ولكن ملي تيجي شي واحد كيدفعك وتيعلمك وكذا وهذه غير انفو مثلا كتبقى كتقدر كتبقى كتولي كتغامر كتعرف البيك كتقول اه صافي تعلمت كتولي كتعلم وهكذا كتبدا القضيه كتبدا ما كتكون كتعرف والو، وملي كتعلم شي شويه انت كتبقى كتقدم انت كتبقى كتدفع في راسك، وهذا هو اللي زوين في العالم ديال البروغراماسيون. انفو كتعلم واحد شويه كتبغي تعلم بزاف انت كتقد في راسك ان هذه من هذه من هذه من هذه غتفيق واحد راسك غتفيق واحد الصباح غتلقى راسك بروغرام وما تحتاج ديك الساعه تمشي مثلا تخدم تقل تمشي تخدم عند شركه خاصه غتديني من السي في ديالك توري مثلا غير جوج بروغرامات ثلاثه البروغرامات انا كتبت هذا البروغرام كتبت هذا البروغرام كتبت هذا البروغرام وعمر بروغرامات وكدير هذاك الشيء في السي في ديالك وسير على الناس والله تيخدموك واخا ما عمرك ما وصلتيش حتى للكاترياماني ويكون عندك وتكون مثلا كتعرف غير وتكون كتعرف بروغرامي وتكون كتعرف كودي والله ما يسولوك على الشهاده الجامعيه ديالك. راه كاين دابا اطفال في جميع انحاء العالم اللي دي بروغرامر راك ما كتعرف كتشوفوهم يوميا كتخرج اخبار هاد الطفل دارها الطفل دارها الطفل دارها الطفل دارها من داروا داكشي تعلموه بوحدهم ماشي علموا شي واحد مشاو للمدرسه عليه ولا شي. علاش؟ لان دابا التعليم خاصه في الميادين هاد الميدان مثلا ديال الكمبيوتر اللي ولا اوبن اللي ولا محلول. اخوة الاخوات طولت عليكم ما بغيتش نطول بزاف الفيديو. المهم هذه غير نصيحه والله العظيم هي نصيحه بالله وتبارك الله عليكم والى فيديو اخر والسلام عليكم.